اليوم احنا بنعقد مؤتمر السادس لمنظمة الجبهة الديمقراطية في محافظة طولكرم، واللي هو تتويج لسلسلة من المؤتمرات على امتداد 6 أشهر عقدتها المحافظة في أماكن وجود تنظيمنا، واللي قام منظماتنا جميعها بمراجعة الإطار السياسي والبرنامجي وبمراجعة خطط عملهم، بمراجعة تقاريرهم السابقة ووضع خطط عملهم، وأيضا سيقوموا بانتخاب هيئاتهم القيادية ومندوبينهم للمؤتمرات الأعلى. اليوم سيتم انتخاب لجنة الفرع ومندوبين منظمة طول كرم لمؤتمر الإقليم اللي مفترض أن ينعقد مع مطلع شباط القادم. في ذكرى أو نتذكر اليوم في مؤتمر الجبهة في المحافظة تمهيدا لمؤتمر الجبهة على مستوى الوطن والشجرات، نتذكر التاريخ الطويل والمسيرة النضالية للجبهة الديمقراطية على مر تاريخ الوطن الفلسطيني، نتذكر شهداء الجبهة وما قدمته الجبهة في سبيل التحرر الوطني، نتذكر أيضا الفكر الذي رسمته الجبهة للقضية الوطنية الفلسطينية. واليوم في هذا المؤتمر في محافظة طول كرم كما ذكرنا هو تمهيد للمؤتمر الوطني، هي خطوة أساسية نحو انعقاد المؤتمر الإقليم ومن ثم المؤتمر الوطني على مستوى الوطن والشتات لدمقراطة الوضع التنظيمي داخل الجبهة الديمقراطية، والتي تنادي به الجبهة الديمقراطية أيضا على مستوى الوطن بانتخابات لكل قياداتنا السياسية والوطنية على مستوى فلسطين.